عايزة أقول إنه العالم متخوف من المشهد الاقتصادي ما بعد كورونا وإزاي هيكون المشهد في العالم كله، لكن اللي يهمنا إننا نجاوب على سؤال: ليه مصر تقدمت بطلب للحصول على حزمة مساعدات من صندوق النقد الدولي؟ علشان نعرف إجابات الأسئلة دي معانا على التليفون الدكتور فخري الفقي، مستشار صندوق النقد الدولي الأسبق. برحب بحضرتك يا دكتور. أهلا بك يا فندم، تحياتي لسيادتك وجميع المشاهدين، وكل سنة وانتم طيبين جميعا. وحضرتك طيب. أول سؤال بصراحة، يعني إنه الناس متخوفة من قرض صندوق النقد الدولي الجديد اللي أعلنت عنه الحكومة لمواجهة كورونا، هل حضرتك مع هذا التخوف يا فندم؟ لا، مش مع هذا التخوف، لأن نقول ليه؟ أقول لي تجربتنا مع في البرنامج اللي فات، نشوف ما قبل برنامج الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر 16 اللي استمر معنا 3 سنين، ما قبل وما بعد. طبعا الوضع كان مختلف تماما وكان سيء للغاية فيما قبل. كان يعني عجز الموازنة متفاقم، سعر الصرف في كذا سعر في السوداء، في ندرة في النقد الأجنبي الاحتياطي ما كانش بيغطي إلا 3 أشهر واردات لمصر يعني، والبطالة كانت مرتفعة والدين العام بيتفاقم. بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي كبيت خبرة دولي وإحنا أعضاء فيه لنا حق في ذلك، وحصلنا على 12 مليار دولار وتحسنت الأمور. لما نبص للمؤشرات الاقتصادية نجد معدلات النمو بقت 2.5 مرة ما كان لمعدلات النمو ما قبل البرنامج. يعني حضرتك عايز تقول يعني أنه تحسن الوضع. أول سبب أنه لتعزيز ما تم إنجازه في برنامج الإصلاح الاقتصادي، بحيث إحنا وجدنا يعني خليني ألخص اللي حضرتك بتقوله على ما هو أن أنا بحافظ على سلامة الوضع الاستقرار المالي اللي تحقق في مصر. تمام. بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي ده أول سبب. تمام. طيب خليني أقول لحضرتك يا فندم أنه أنا اللي فهمته علشان نوصل الصورة كاملة للمشاهد، اللي فهمته من حضرتك انه مصر يعني احسنت الاداره او اداره هذا الملف الاقتصادي والاجراءات الاقتصاديه اللي اتخذت الفتره اللي فاتت، واستفادت استفاده كبيره من القرض اللي خدناه. بالظبط. ده اللي حضرتك عايز توصله. فهمت صح؟ بالنسبه للمواطن طبعا في الفتره الاخيره انه سعر الصرف استقر، الاحتياطي عندي بيغطيني 9-8 أشهر واردات، عندي الموازنه العجز فيها انخفض، البطاله انخفضت، النمو زاد، فده عاوزين نحافظ على ده. الحاجه الثانيه، السبب الثاني، وهو انه ازمه فيروس كورونا اثرت على كل دول العالم تقريبا بلا استثناء، اللي هو 170 دوله يعني تاثرت ولها تداعيات اقتصاديه كبيره على اقتصادات دول العالم، ادى الى انه 102 دوله اعضاء في صندوق. ايوه. كم دوله عايزين نعرف حصلت على قروض لمواجهه فيروس كورونا؟ 102 دوله من اعضاء صندوق النقد الدولي، منهم الدول المتقدمه والدول اللي هي الناميه والدول الناهضه، كلها بتطلب يعني مساعده من الصندوق، لانه في نقص في السيوله، في قطاعات اتاثرت تاثر شديد في معظم الدول، منها السياحة وما يرتبط بها من قطاعات الطيران والنقل وخلافه، طبعا أثرت على يعني إيرادات الدولة زي مصر من النقد الأجنبي بشكل يعني كبير جدا. دول أخرى زي الدول المنتجة والمصدرة البترول، ومنها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات والكويت ودول أخرى يعني عديدة، منها نيجيريا من أكبر يعني المصدر البترول زي السعودية وخلاف، كل دي طلبت، وجدنا أنه في انهيارات في أسعار برميل البترول هي الأخرى، ولذلك كثير من هذه الدول، نيجيريا طلبت من صندوق النقد الدولي وهي دولة كبيرة جدا عدد سكانها، يعني مش مصر لوحدها. مصر في هذه الحالة وجدت أنها لها حق لدى صندوق النقد الدولي. أولا هذه السيولة المطلوبة من صندوق النقد الدولي سواء من خلال ترتيبين، ترتيب اللي هو التمويل السريع، أداة التمويل السريع،
الحاجة الثانية اللي هو الستاند باي ارينجمنت، ده ترتيب ثاني اللي هو ترتيب ائتماني، استعداد ائتماني من ناحية من النافذتين دول. مصر هتاخد مبلغ معين من صندوق بدون برامج وبدون مراجعات وبدون مشروطية. ده بقى السؤال يا دكتور اللي بيهم الناس دلوقتي في الشارع، هل في شروط؟ هل الأسعار هتزيد؟ هل هيكون في تأثير على الدعم؟ هل في شروط لحصول مصر على هذا القرض؟ يا فندم ده عشان يحافظ على انه الأسعار ما تزيدش. انا النهارده لما اكون عندي سيولة واخدها من حصتي في صندوق النقد الدولي، ده حق ليا في هذه الحالة. وصندوق النقد الدولي بيساعد، وهو معمول علشان يساعد الدول الأعضاء في بيئة، في 102 دولة صرف منهم لحد النهاردة مساعدات ل 35 دولة بخلاف ال 25 دولة التانيين اللي هم دول منخفض الدخل فقيرة. لكن احنا في هذه الحالة احنا من ضمن ال 35 دولة اللي تقدمنا من ضمن ال 102 دولة، بس لسه الدور علينا في هذه الحالة عشان نحصل على هذه التمويلات السريعة بدون أولا لمدة سنة، سعر فايدة أقل من 2%، مفيش بقى مشروطية وتعمل كذا وكذا إلى آخره، ولكن ده منعا لأي، ده عشان يمنع أي تدهور فيما تحقق من يعني من إيجابيات في برنامج الإصلاح الاقتصادي، حتى لا يرتفع الدولار مرة تانية وتدخلي السوق السوداء مرة تانية. لو حصل ده هيرفع الأسعار، فده منعا لكل ده ودرءا لأي تفاقمات من جراء تداعيات فيروس كورونا. لذلك المواطن ما يخافش. ليه؟ لانه ده حقي وفلوسي موجوده عند صندوق النقد الدولي، انا ليا 3 مليار فباخده في موجوده في صندوق النقد الدولي. انا ليا حق ناخد ما بين 50 لحد 100% من حصتي في هذه الحاله، وبالتالي وبسددها على كام سنه؟ بسددها على يعني فتره سماح 3 سنين وربع، بعد ال3 سنين وربع ببدا اسدد لحد السنه الخامسه، يعني مش هيطلب مني حاجه دلوقتي. طيب دكتور انا كله معمول حسابه يعني. طيب انا عايزه اعرف بقى في ظل الظروف دي، عايزين نطمن بقى على التصنيف الائتماني لمصر، وهل لسه نظره او مؤسسه زي صندوق النقد الدولي بتشوف الاول التصنيف الائتماني لاي دوله قبل الموافقه على القرض؟ دي مهمه. اولا التصنيف الائتماني لمصر يعني وكالتين تصنيف الائتماني المعروفتين، شركه اللي هو وكاله موديز العالميه وستاندرد اند بورز العالميه، لسه مطلعين يعني تقرير عن التصنيف الائتماني لمصر اللي هو يعني هو نفس يعني ثبته نفس التصنيف الائتماني. يعني ما خفضوش التصنيف، بالعكس ده ثبتوه عند اللي هو بي. وايضا نظره مستقبليه مستقره، في اكتر من كده ايه؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه في تقرير لسه طالع من يعني صندوق النقد الدولي في اطار اللي هو الاجتماعات السنويه، لسه مخلصانه اجتماعات الربيع لسه بقى لها اسبوع خلصانه، انه مطلع تقرير ان 18 دوله من 189 دوله يعني نجت من انه معدلات النمو تبقى سالبه. كل دول العالم معدلات النمو في الناتج بتاعها سالبه ما عدا 18 دوله. مصر هي نمره 6 في الترتيب من ال 18 دوله التي نجت من يعني سالبيه النمو، يعني النمو عندي موجب، وده بشهاده المجتمع الدولي بيقول ان مصر من ضمن 16 ل 18 دوله اللي النمو فيها موجب، ما زال موجب. يعني بمعنى اخر احنا كنا متوقعين 5.8 السنة دي نتيجة يعني تداعيات فيروس كورونا، تمت اعادة المراجعة. هنا وزارة التخطيط قالت هينخفض من 5.8 ده المستهدف، هينزل لاربعة واتنين من عشرة. تمام دكتور فخري، يعني برضو نفس الشيء 2% ما زال موجب. فانا عاوز ده كلها شهادات بالظبط، لولا برنامج نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي كان معدل نمو كان هيبقى سالب، زي ده الدول العربيه كلها سالب ما عدا مصر. صح تمام. دكتور فخري الفقي مستشار صندوق النقد الدولي الأسبق، بنشكرك جدا على هذه المعلومات القيمة الحقيقة واللي أفادتنا وجاوبت على أسئلة كتير الحقيقة كنا محتاجين لها إجابة. وعشان نطمن يا جماعة ونمنع الشائعات، القرض ده مش بس مصر اللي طلبته، في دول تانية طلبته،
وثانيا ده قرض لمواجهة أزمة، يعني ما فيهوش شروط، ما فيش أعباء معاه، بأقل فايدة ممكنة، ملوش تأثير على الأسعار، ودي أهم حاجة كنا عايزين إجابتها، إنه بالعكس ده هو يعني بيعكس الثقة في الاقتصاد المصري. ما هو مش هيعمل كده إلا إذا هو واثق إنه في اقتصاد مصري قائم بذاته وقوي. فما نسمعش وننساق وراء الشائعات.